في ظل تزايد خطورة فيروس كورونا في كل دول العالم وفي الجزائر على وجه أخص، تجند شباب من ولاية بشار كغيرهم من ولاية الوطن للقيام بحملة تحسيسية حول هذا الوباء. اليوم خرجة ميدانية توعوية ضد فيروس كورونا. الحمد لله الشعب كان متجاوب معنا وكانت جد إيجابية، والله يعافينا والله يحفظ الجميع. دولة بارك الله فيكم الشباب، راني نشوفهم الله يبارك، راهم قايمين بالواجب، راهم يقوموا بالواجب هذا تاع التحسيس، خاصة في الكورونا هذه اللي انتشرت هذه الأيام، هذه هذا الوباء هذا اللي انتشر. راني نشوف بلي الناس ما راهش دايتها بمحمل الجد، هذا هو الإشكال اللي رانا واقعين فيه. رانا شفنا بلي راه خلف وفيات، الناس هذو اللي توفوا وما كانوش دايرين في يوم من الأيام أنهم يموت، ولكن هذه هي الحقيقة، الناس راها تتوفى، يعني مش حاجة سهلة. ماذا بينا كيما نقولوا الناس يكون عندها شويه وعي في هذا المجال، هذا راهم على بالهم كيما نقولوا بالخطوره تاع هذا الوباء، هذا راه يقتل، راه سريع الانتشار، راه دول كبيره اللي كيما نقولوا لقات اشكال كيديروا يقضيوا على هذا الوباء هذا. الحمله التحسيسيه عمد فيها هؤلاء الشباب الى تعقيم بعض الاماكن وتوزيع مطويات على الماره واصحاب السيارات، وكذا تعليق ملصقات تحتوي على اعراض هذا الفيروس وطرق الوقاية منه. لازم على الناس يحكموا بيوتهم، لازم على الناس يكونوا واعيين، لازم على الناس يخافوا على أولادهم، على باتهم كبار، على كل كبير وصغير بإذن الله تعالى، وإن شاء الله فيها خير بإذن الله. ونشكر الشباب الفاعلين في هذه الحملة التوعوية. هذا ويبقى الشارع البشري مطالب بأخذ كامل احتياطاته وعدم الاستهانة بعدو البشرية الأول واتباع تعليمات الوقاية لتجاوز هذه المرحلة العصيبة.